سلوك المصريين هنا وهناك، سلوك المصريين في أمريكا وسلوك المصريين في مصر في نفس الموقف وقت الحادثة. أنت ماشي بعربيتك، ديب راح واحد لابس فيك من ورا في مصر الطبيعي والمعتاد، الغلطان والمغلوط يعني الناس اللي هي بتبقى غلطانة وخبطتك من قدام وانا الغلطاني، وفي نفس الوقت اللي بيبقى راكب قدامه وتخبط ومش غلطان ومش غلطته وهو المجني عليه المفروض حد يصلح له عربيته. هنا في امريكا كل واحد بيفضل قاعد في عربيته، انت بتنزل تتأكد ان الناس بخير والله زي ما بقولك كده، الناس بتنزل هنا تتأكد ان الناس بخير، بمعنى اول حاجة انت لازم تسألها للناس is everybody okay، اهم حاجة ما يكونش في حد مات، اهم حاجة ما يكونش في حد مات تمام، علشان لو في حد مات الدنيا هتبقى بقى بص كبيرة كبيرة كبيرة، والعربيتين هيتاخدوا لانهم جزء من حادثة قتل، فلغاية ما يعرفوا الدنيا ماشية ازاي. وده حصلت معايا، واحدة خبطت عربيتي مرة بالموتوسيكل بتاعها، والعربية كانت مركونة وانا نايم جوه، والعربية بتاعتي اتاخدت لانها اشتركت في اداة قتل. الست تقريبا هي ست ما ماتتش، لكن هي بالموتوسيكل بتاعها كانت جديده في سواقه الموتوسيكلات فلبست في العربيه بتاعتي. المهم انا ما اعرفش الحادثه حصلت ازاي، كنت نايم وصحيت على البوليس بيخبط بيقول لي انت دي عربيتك؟ قلت لهم فخبطوا عليا علشان خاطر قالوا لي ان هم هياخدوا العربيه لانها جزء من اداه قتل او جزء من حادثه قتل. فبكل بساطه قعدت عندهم اسبوع، شركه التامين عطتني عربيه ثانيه اتحرك بيها، والست ما ماتتش، كانت في كوما وبعدين صحيت بعدها باسبوع. فلما فاقت البوليس رجع عربيتي، ما اعرفش لو كانت ماتت كان ايه هيبقى الاجراء. انما هنا الناس بتنزل is everybody okay، يعني الناس اول حاجه بتطمن على البشر اللي حصل لهم الحادثه، فاهم حاجه تتاكد ان مفيش حد مات تمام. بعد كده بتطلب البوليس اللي هو 911، تطلب على التليفون رقم 911، بيجي البوليس بكل هدوء ياخد معلومات التأمين بتاعك ومعلومات عربيتك يديها له، وياخد معلومات عربيته والتأمين بتاعه يديها لك، بتاخد المحضر ده وبتخاطب شركة التأمين بتاعته بتقول له حصل كذا 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 والتكلفة بتاعت التصليح هتبقى قد كده، بتبص تلاقي جالك شيك بعديها بيومين ثلاثة في البوستة بتمن التصليح أو تمن العربية كلها أو التعويض أو كده. الموضوع بسيط جدا، بيحصل كل يوم في كل حتة، حد بيتخانق ولا حد بيضرب حد ولا الكلام ده كله. فمصر بقى ينزل انت بروح امك ما بتشوفش، ويقوم خلع الحزام، حزام ايه، يقوم فتح الشنطه جايب الكوريك وعايز يديله في وشه بالكوريك، وكل ده عشان الاكسدام اتخبط. اهدى شويه اهدى شويه، ما في حاجه اسمها شركات تامين حضرتك، في حاجه اسمها تامين على عربيه يعني اهدى شويه، واخد بالك ازاي؟ وانت ما بتشوفش ومش عارف ايه، ومنطقه ما فيهاش راجل، وانا هوري لكم وانا هطلع، ويا ابني ديك اللي مش عارف ايه، ولازم تنزلوا، انزل انزل انا هعرفك. ايه 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 ليه كده؟ ليه كده؟ اهدى اهدى بابا، الريجي اللي يجي في الريش بقى شيش، فما تيجي هنا ما تعملش كده، لانه هنا ما فيش كده، وفي اوروبا ما فيش كده، وفي دبي ما فيش كده، وفي الدنيا كلها مفيش كده غير عندنا، لان احنا ماشيين من غير قانون. لو في قانون هيحمي ادي الناس حقوقها، محدش هيتصرف بالطريقه دي. فهنا لما تيجي امريكا اعمل كده، ما تعملش الطريقه بتاعت مصر. الحاجه الثانيه لما ظابط يوقفك، يعني انت هنا ماشي في امريكا فعملت حادثه او عملت مش حادثه، عملت اي مخالفه بالعربيه وماشي بسرعه وبتاع، تبص تلاقي عربيه نورت ازرق واحمر، انت اول ما تشوف في المرايه وانت سايق ازرق واحمر اركن على جنب على طول، ما فيهاش جري. يعني انتوا كلكم شفتوا اللي بيجروا من البوليس اخرتهم بتبقى سودة، فالمدينه كلها بتجري عليهم وطيران بيراقبهم من فوق، وما فيش هروب، ما فيش جري هنا من بوليس، ما فيش جري من بوليس، ما تصدقش الافلام بتاعه امريكا، ما فيش جري هنا من في امريكا، ما فيش الجري من البوليس. البوليس بينور لك بتقوم واقف له على طول، لانك لو جريت دي قضيه ثانيه اوكي، وبتقعد مكانك ما بتنزلش من العربيه، لانك لو نزلت من العربيه وركنت على جنب خلاص، لو فتحت الباب ونزلت ممكن يضربك بالنار. ليه؟ انت يا اما هتهرب يا اما هتعتدي عليه، يا اما لما يوقفك البوليس في امريكا تقعد في عربيه والضابط هيجي لك لغايه عندك، تفتح له الشباك حته كده تقول له اؤمر، هيقول لك الرخصه والتسجيل بتاع العربيه ريجستريشنز واي دليل ان انت عندك تامين، تقول له ما انت وقفتني ليه؟ هيقول لك اصل انت اشارتك مش شغاله، فراملك مش شغاله، كنت ماشي بسرعه، هيقول لك السبب تمام. لو هو سالك اي سؤال انت من حقك هنا في امريكا تقول له ايه؟ انا ما بجاوبش على اسئله،
فهيضطر يقول لك طب هات الرخصه والبتاع ومش عارف ايه، فتدي له الرخصه يتشك عليك، بيرجع بالمخالفه بيديها لك، بيبقى مكتوب في المخالفه ايه الغلط اللي انت عملته، وبكل بساطه المخالفه دي بتروح المحكمه تدفعها، ولو حبيت تشوف القاضي والضابط ما جاش خلاص يعني بتبقى انت والضابط امام القاضي بيحكم ما بينكم. تمام، لو الضابط ما جاش يوم المحاكمه التيكت ده بيقع والمخالفه دي بتتمسح من عليك، او بتروح تدفعها وخلاص لو انت فعلا عارف ان انت غلطان. وطبعا هو مصورك، انت من حقك لما الضابط هنا يكلمك تقول له انا ما بجاوبش على اسئله، فمش من حقه يسالك اي حاجه، ومش من حقه يفتش عربيتك، ومش من حقه ينزلك من العربيه اصلا. بس لو انت حابب تنزل تتكلم معاه قول له لو سمحت ممكن انزل، هيقول لك اتفضل، فبتنزل فبتتكلم معاه، وانت بتمد ايدك علشان تجيب الرخصه بتاعتك من التابلو او اوراق العربيه، قول له الكلام ده ان انت هتجيب الرخصه من التابلو، لانك لو عملت حركه مفاجاه ممكن يفتكرك بتجيب سلاح ويضربك بالنار، ده بجد. تمام، فخليك طبيعي، اتعامل طبيعي من غير خوف. هنا مفيش خوف من البوليس، البوليس هنا ده موظف عادي جدا بيعمل شغله، مفيش حد بيتنطط على حد. في مصر بقى انت بيجيلك امين شرطه يوقفك، وبعدين مخبر يقولك كلم الباشا، وتنزل والباشا يقولك هي دي رخصك ويرميها في الزباله ويقولك مالكش رخص عندي ويبهدلك. هنا مفيش كده، هنا مفيش كده، مفيش الذل ده، واخد بالك ازاي؟ فلما تيجي برضو امريكا اعمل حسابك ان انت لو ظابط وقفك اقعد في عربيتك هو اللي هيجي لك. امريكا ما فيهاش امناء شرطه، امريكا ما فيهاش مخبرين، امريكا ما فيهاش الكلام ده، الظابط هنا هو بيعمل كل حاجه، هو اللي بيوقفك، هو اللي بيديك التيكت، هو اللي بيمشيك، ولو انت هتجري منه هو اللي هيجري وراك ويجيبك، مش هو قاعد باشا بقى وعنده جرايات تجري تجيبك، لا ما فيش الكلام ده في امريكا. في امريكا الظابط هو ده شغله، فلو ظابط وقفك هو ده اللي انت ايه تعمله. لو حد ضربك في امريكا سيبه يضربك، انت كده خدت عليه واحده وواحده كبيره. لو حد لمسك، ما حدش هنا بيلمس حد، بس لو حد اتعدى عليك وضربك اوعى تضربه، اوعى تضربه، انت كده ملك، انت لو ضربته انتوا الاثنين هتخشوا السجن. لو حد ضربك تقولي طب انا بدافع عن نفسي، لا ما هو الدفاع عن النفس ان انت تبعد عنه وتطلب البوليس، لا الا لو معاه سلاح، وانت معاك سلاح وفي شهود ان انت يعني لو هو في البيت وداخل لك بسلاح لا اقتله عادي، ده كان داخل يسرق، وهنا ده حال الدفاع عن النفس. لكن في الشارع وحد ضربك ضرب عادي من غير ما يكون في سلاح ولا حاجه كده، بالقلم بالشلوط بالكلام ده كده، او لو انت بنت وحد اتحرش بيكي او لمس جسمك او بتاع، بكل بساطه بتطلب البوليس، البوليس بتقول له فلان عمل كده، بيتقبض عليه ومن حقك يا تسامحه يا تدخله السجن في الوقت ده، وبتدخله السجن طبعا. ده لو حد شتم، لو حد ضربك او اتحرش بيكي كبنت او راجل، يعني في ستات بتتحرش بالرجاله. لو حد شتمك بقى ايه؟ في امريكا الشتيمه بتعتبر نوع من انواع حريه التعبير عن الراي، فعبر عن رايك بنفسك، عبر عن رايك زي ما انت عايز. يعني واحد قال لك فاك يو قول له فاك يو تو. واحد قال لك مثلا امك قول له امين امك، عادي طول ما انتوا ايديكوا جنب بعض وبتشتم براحتك، كل شتيمه هنا كونسيدرد تعبير عن حريه التعبير عن الراي وما عليهاش اي قانون، مفيش حاجه اسمها سب علني والكلام ده كله بتاع، مفيش الكلام ده. لو اشتريت حاجه وطلعت بايظه بترجعها، لو ما رضوش يرجعوها في منظمه اسمها بيتر بزنس بيرو bbb.org، بتتواصل معاهم ممكن يعملوا قضيه ومشكله جامده جدا للبزنس، عشان كده حق المستهلك هنا رقم واحد تقريبا في العالم كله، لانه بكل بساطه كله البزانس او كل الشركات بتخاف من البيتر بزنس بيرو لا يقفل لهم، يعني لو جات له اكتر من كومبلين او اكتر من عميل اشتكى بكل بساطة ممكن يقفلوا الشركة كلها. البيتر بيزنس بيرو دول ممكن عندهم القدرة ياخدوا حكم يقفلوا البيزنس ده كله، فالناس بتخاف انها ما يعني تضايق الزباين. فانت لو اشتريت حاجة وطلعت بايظة رجعها عادي، ولو مرضاش يرجعها لك بتقدر تروح تشتكي، والشكوى خلال 3 4 ايام بتكون اتحلت. ده لو اشتريت حاجة بايظة. مفيش بقى حاجة اسمها ايه هترجع وغصب عنك وانت ما تعرفش انا مين، انا حرامية، ويقف بقى يجعر في المول، مفيش كل ده. كل حاجة امريكا عاملة حساب هيسيبك في كل حاجة، لانك قاعد عارف ان حقك جاي جاي من حتة قد كده لأكبر حاجة. لو بتجدد الرخص هنا لا فيش رشاوي ولا في اي نوع من انواع الوسايط، مفيش الكلام ده. بدخل الحتة اسمها دي ام في اللي هي المرور، وبتروح يطلع الرخصه يتجدد الرخصه، بتقف في الطابور بتدفع 10 دولار او 20 دولار ثمن الرخصه، تاخد ورقه تستنى الرقم بتاعك يتندى، تطلع على الشباك تقدم الاوراق المطلوبه وتقدم الرخصه، بيطبع لك واحده جديده وبيصورك
صورة جديدة او بيجدد لك نفس الرخصة بنفس الصورة لو حابب، وبتاخد الرخصة في وقتك وقاعد وفي تكييف، مفيش اي مشكلة والدنيا لذيذة جدا. مفيش بقى لازم تجيب واسطة والمرور وتجيب حد ومعرفة وامين شرطة يخلصها لك وتقعد وظبط معرفة، مفيش الكلام ده خالص. كل الفساد ده وكل الكوربت ده الكوربشن ده مش موجود هنا. لو معاك واحدة صاحبتك وماشي فيها عادي جدا هنا ان انت تاخدها في اي اوتيل، عادي ان انت تخش بيها بيتك، عادي عادي ان انتوا تبوسوا بعض في الشارع، مفيش سكس في الشارع، في الشارع بس اخرها احضان وبوس، ممكن تفضل تقعد تبوس فيها في اي مكان عادي في البابليك ومحدش يتعرض لك. ولو انت تعرضت لحد بيعمل كده انت اللي هتخش السجن، لانك كده بتضايقهم، انت كده بتضايقهم. هنا في حرية، كل الناس سايبة بعض في حالها، اللي بيبوس بيبوس، اللي راكب عجلة راكب عجلة، اللي بيشتغل بيشتغل، اللي بيعوم في البحر بيعوم في البحر، الا لو في حاجة بتستدعي ان البوليس يجي، يعني حد بيغرق، حد تعور، واحد بيبوس واحدة غصبا عنها، ساعتها البوليس بيتدخل. بس لو انتوا الاثنين بمزاجكوا مفيش اي مشكلة، ولو لقيت اثنين بيحبوا بعض او يبوسوا بعض مفيش بقى حاجة اسمها ايه الله يسهل يابا سيب النعجة خروف فين ابوك يا بيت، مفيش الكلام ده يا جماعة، مفيش الكلام ده هنا في امريكا. دع الخلق للخالق، ان حدش اذاك في حاجة. انت هتقرننا، قرننك ايه؟ انا جيت جنبك يا امك، ولو امك وبتحبني وبحبها برضو مالكش دخل، متقدرش تتدخل حرفيا، متقدرش تتدخل، تمام؟ فدي برضو من الحريات. مفيش حاجه اسمها بيعملوا سكس في الشارع. في ناس مصريين فاهمين ان، او العرب فاهمين ما جوش امريكا قبل كده، ان الناس بتنام مع بعض في الشوارع، مفيش الكلام ده. والكلام ده واتمسكت بيه دي مصيبه سودة، لانك كده عملت يعني اظهرت اعضاء تناسليه في الشارع، وممكن يكون في الشارع فيه اطفال، فدي مصيبه سودة، دي مصيبه سودة. مفيش حاجه اسمها بيعملوا جنس في الشارع والكلام ده، بالعكس ده هو. وممكن ناس هنا تتريق عليهم لو حد لقى واحد يعني معبط قوي في واحده وبتاع، والناس يعني الموضوع خرج عن حده، تبص تلاقي الناس تقول له جيت روم، يعني شوف لك اوضه، فاهم ازاي؟ كده تريقه يعني، فاهم؟ انما مش نظام بقى سيب النعجه يا خروف واوعى تتكذا الا تموت والحاجات بتاعه المنتزه اللي كنا بنعملها دي. رمضان، عايز احكي لك على رمضان في امريكا. رمضان في امريكا ملهوش اي ملامح، ملهوش اي ملامح، ومعظم المصريين او العرب هنا ما بيصوموش، ومعظم الناس في مصر كمان ما بتصومش بصراحه. فاللي بيقدر يصوم في رمضان بصراحه كانه ماسك على جمر. ليه؟ لان انت صعب جدا انك تلتزم بتعاليم الصيام في بلد كل الناس اللي فيها نسوان عريانه في كل حته، الكل حواليك بياكل. فانا اعتقد اللي بيقدر يصوم في امريكا ده اجره بيبقى ضعف الاجر بتاع الصايم العادي في الدوله الاسلاميه، لما يكون المجتمع اللي حواليك مساعدك ان انت تصوم، غير لما يكون المجتمع اللي حواليك خمره وخنزير ورقص وعري وبيكيني وبتاع وانت في الشهر الفضيل. فطبعا ربنا يجازي اللي بيصوم في امريكا يعني ضعف جزائه، لانه فعلا بيبقى بيجاهد، ومش بيبقى صيام بطن بس، ده بيبقى كمان بيغض البصر، لانه طول ما هو ماشي شايف مصايب سودة، مصايب سودة. الدنيا هنا مفتوحه على البحر. فطبعا الحكايه بتاعه الصيام هنا في امريكا صعبه جدا بس جميله جدا. كنت مره خارج الصبح في رمضان، فرمضان طبعا قرب وانت بقى ايه خارج رايح الشغل وبتاع، وجارتك واقفه بالبيكيني بتخسر العربيه التراك بتاعها، او عربيه نص نقل هنا الامريكان بيعبدوا العربيات الكبيره دي، وواقفه بتغرقه بالبيكيني بقى وبتاع، هاي جود مورنينج مورنينج جود مورنينج، رحت لافف وداخل تاني واتصلت بالشغل، قلت لهم انا عايز شهر اجازه يا جماعه، مش هينفع اخرج من البيت في الشهر ده، هيبوظ. ما هو انت النظره الاولى ليك، يعني انت لو عينك جت على حاجه خلاص مفيش مشكله، لو دار لازم الثانيه عليك، لو يعني انت عينك جت على حاجه غصبا عنك ربنا مش بيحاسبك عليها، انما لما تيجي انت ايه خدت حاجه وتنحت وبصيت ودققت خلاص كده انت فطرت يا اسطى. فطبعا ما ينفعش، يعني مش فطرت، يعني انت بيقلل بركه الصيام، بيقلل ثواب الصيام، لان الصيام انت بتحاول تتحكم في نفسك، فلو مش هتقدر تتحكم في نفسك الموضوع بيبقى صعب طبعا، تمام. لكن في حاجات كوميديه الواحد بيعدي عليها. فبرضه ده يعتبر ثقافات امريكيه، والفرق ما بين الثقافات اللي احنا تعودنا عليها او تربينا عليها، ان انت تاخد حقك بايدك والكلام ده كله، مفيش هنا حد بياخد حقه بايده، انت هنا بتاخد حقك بالقانون اللي ماشي على الكل، ماشي على الامريكي وغير الامريكي، وماشي على المصري، وماشي على اللي معهوش ورق، وماشي على اللي معاه ورق، كله ماشي تحت طائله القانون. ودي اكتر حاجه جميله في الولايات المتحده او في الدول اللي بتطبق قانون. دبي عامله كده، جميله العيشه في دبي.
انجلترا عامله كده جميله العيشه في انجلترا، اوروبا كلها عامله كده جميله العيشه في اوروبا. الدول العربيه مع الاسف كتيره الا من رحم ربي يعني منتشر فيها الرشوه والفساد والمحسوبيه والواسطه ولازم يكون لك ظهر والكلام ده كله. فطبعا ربنا يعين الناس اللي عايشه في الدوله العربيه. فيا جماعه خلينا نتعامل مع بعض كبشر. تحياتي لكل الناس، تحياتي للجميع، تحياتي مؤيد ومعارض، تحياتي لكل متابع، تحياتي لكل الفانس. بحبكم بجد من قلبي. يا رب يجعلها الكورونا دي اخر الاحزان، يا رب ينهيها بسرعه. انا حاسس ان هي خلاص بتنتهي والله المستعان. ربنا يكرم كل واحد بيعمل شير وبيساعدني وبيكبر القناه وبيتفرج على الاعلانات وبيستحملني. انا متشكر ليك جدا، انت اخ عزيز وانا اتشرفت بيكم جميعا، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. وائل صديقي، الله فيكم.